مرحبا بك أخي سيدي محمد مرة أخرى معنا في الحوار. تقولنا تتمة القصيدة، وخا تقولها غير سرادة باش يسمعوا الناس، والناس في الحقيقة كما قلنا راه باغيين يسمعوك. لا مولاي، أنا ما غاديش نقول التتمة بعدا هي الأولى، غادي نسرد لك بعدا واحد شوية من واحد القسم اللي هو القسم السابع، كيقول فيها مول القصيدة رحمه الله: لا جاه غير جاهو واللي قصدو غنى، حلول والحلي على الألوان، وخيط الرضا والرضوان، والسرور ما بحالو سلوان، نعيم في قرارو قلد برارو على صرارو، ما ليش بيه كوصاف الجنة فما يتها يقول، هل الشعر دهاتو ما تحصيه قوال، نعيم مقيم لمن يحب مولاه ويحب نبيه، وزهد في الدنيا الفانية وتبع آخرته زهاتو، وحضر كل هوال شر الدارين كفى، خالقو ويسعد من يحبيه، وتعمو رحمة واسعة ولا يخشى من زلاتو، بعد لا تطوال والظهر من شر غباه على الغابيل ويغبيه، لا يبعرض الناس ما استنها من مكرياتو، ما راه الزوال ما شاف دوك اللي كانوا هنا، وداك الاثر تنبيه فضل من ما كانوا الكل كاتب تدوين وقاتو، تنزال التدوال بالقشرة والطول من اعلام شباهم يسبيه، دركو ما اشتهت النفوس وكتر من ما اشتهاتو، منين بكل وال من لبن وعسل وما وخمر مختوم لمن يخليه، وشجار لا مقطوعة تمار ولا ممنوعة نعماتو عن سير الفصال، وسقاف جنان الخلد كيف جانا الخبر عليه في اللصة ليش من الخبر، وصف العرش وقامت وتيص وتيصال، ونبات الجنة زعفران والطيب اللي ياليه، ومن العنبر والمسك قاردها والعطر شملاتو، تحيي كل وصال ولدان يطوفوا بالكواب، ميردات تسليه وخمر مختوم ولدتو نشواتو من نسماتو، وتقابل المصال ونعايم مختلفة لأجل المختار وآليه، وأجل اللي تبعو فرايدو واستخدو سناتو، خاتم كل رسالة صلى الله عليه وآله. هذا قسم السابع في القصيدة. سيدي محمد تبارك الله عليك، زعما في الحقيقة الحوار معك والجلسة معك شيقة، والناس في الحقيقة بزاف الناس ما عارفينش قيمة هاد الهرم، لأن ما جلسوش معاك، ما شافوكش، ما شاء الله تبارك الله عليك. الحقيقة أنا كنعتز بك، لأن أكثر واحد كيعرفك هو أنا، عاد بالله من قلت أنا كان فهمك وكان عرفك وكان حس بيك، أنت الرجل الطيب، أنت الرجل الفنان اللي ما عندكش المذلة، إلى مشيت كتمشي بالعز، ولا 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 دخلت الناس لقيتهم ناس مساكن، تمشي باطل، تمشي وتجلس في الحصير، تجلس في التراب في الحقيقة. ونعم الرجل، ونعم وعمرك ما عرضت راسك، وهذا للأسف الناس اللي كيبان الخشيف هو اللي كيطلع في الماء، يعني كما كيقولوا السطول الخاوين هما اللي كيعطيو الحس، اما الناس العامرين في الحقيقه، الناس الاخيار، الناس الكبار، هما اللي كتلقاهم مدرقين، والناس هما اللي كتلقاهم في الور وفي الخلف. ما شاء الله، الله يحييك سيدي محمد، بينا نحيو الفن، وبينا نحيو جلسة ديال زمان، وبينا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ولكن حتى حاجه ما كتنسى، غير راهو كيبحثوني حتى يلقاو، لا اله الا الله، اللي من سيدو كيتلقى، لا اله الا الله، واللي تلقى راه الحمد لله وشكر، واللي من سير هذوك تلقى راه كيبحثوا على التورات وكيبحثوا لا اله على كل حاجه مولاي الشريف. ما شاء الله ما شاء الله، أيه. ما شاء الله سيدي محمد، حتى سيدنا راه ما ناعسينش، ولكن احنا ناري بغي الله تبارك وتعالى غادي حتى حنا يوصل حقنا. كنت في الاعراس سيدي محمد، كنت الليله كيطلبك 40 واحد 50 واحد، عاد كتمشي مع واحد، كانوا ليالي، وكان مميح يا مميح، واللي ما جابش مميح ما جاب والو، والفنان البسيط ذو الصوت الجميل، صوت رنان في الحقيقة،
كيسمعوك فنانة كبار الحقيقة كينبهروا لأن كيلمسوا فيك الفن، لأن الفنان الكبير كيلمس الفن في الحقيقة. من عندك انت والله ما شاء الله، هنا هذا الشيء عشتو في الحقيقة. صوتنا كلا لا إله إلا الله، تبارك الله عليك. وعندك تغيير المقامات ما معروفش، تغني بالعلو، تغني بالقراف، تغني بالمساويات، تبارك الله عليك. أنت تدخل في الجوق الوطني، تدخل في أي جوق بلا ما تساوي. أنت كتقول داك الشيء اللي داروه تمشي عليه. تبارك الله عليك، كنحييك. ماشي بحال عدد كبير من الفنانة إلا ما تعطاتلوش المساوية ديالو ما يخدمش. تبارك الله عليك، أنت تخدم بالمساويات كاملين، وأنا هذا الشيء حق وعارفه. أنت راك نيسا إلا بغيت تقول راك أنت مدرسة الفن. إي الله يحييك. مدرسة الفن مولاي الله يطول عمرك هاي أختك. أنت هو مدرسة الفن ديال هذا الواد كامل. الله يطول عمرك هاي أختك. حقتنا غنينا وكل شيء، ولكن أنت هو اللي تبتد الفن هنا. الله يطول عمرك هاي أختك. كاع لا المنحوم. الله يطول عمرك. ولا البلدي. الله يطول. ولا الشعبي. أنت هو اللي عاود تغرستو. الله يطول عمرك. ما كان مات. لا إله إلا الله. شكون هو كاع اللي كان في التالي ما بقاش اللي كيغني ملحوم ما بقاش كيديو الناس كاع العروسة. إيه معقول. واحد الفطرة. معقول. تنسى كاع اللي عاود بقى هنا عاود زاد ولا الثقافه عاود زاد دارت الوزاره اللي عاود زاد ولاو يقلبوا عليه ويبحثوا عليه ولا كيبحثوا عليه باحثين اللي عاد ولا كيتذكر الملحون. اما واحد لقيتها كاع الناس في العروسه ما بقاوش كيديو كاع اللي يغني الملحون. معقوله معقوله. كيقول لي باش طيب بغاو يغنيو باش يطحوا باش ينكزوا. انت كتقول له الملحون كيقول لك بينا حنا هذا راه كيقرا علينا النعاس البورده. النعاس معقوله، فن النعاس. حاشا ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ايوا كنشكرك سيدي محمد وفرصه سعيده والحمد لله حنا فرحانين والناس راهو داروا الجيمات، راه صيفطنا بعدا الجزء الاول والحقيقه كنشكرهم كاملين، تحياتنا لهم كاملين كيبغيونا وحنا معكم وما نريدوش. وحنا بالناس ما حد الناس الحيين كاينين وحنا حيين وكاينين. والسلام عليكم ورحمه الله.